وصلنا الى الشاليه اللي تكلمتكم عنه اليوم التسليم، ومعزومين من قبل صاحب الشاليه الاعلامي عبد الوهاب العيسى. طبعا هذه الفكره ان الشاليه دور واحد، هذا المدخل الخلفي نفسه قاعد تشوفونه هني في الواقع. مدخل رئيسي هني، وهذه الديوانيه اللي صايره على الشارع نشوفها على المخطط. هذا طبعا الشاليه هني عندنا الواجهه الخلفيه، وهذه الواجهه الاماميه اللي بعد شوي راح نشوفها، الحمام السباحه الصغيره او الجكوزي مع الحديقه. ونشوف هني هذا المخطط الخاص بالشاليه، هذه الديوانيه، هذا المدخل على اليمين، وهذا على اليسار نفسه اللي هناك على اليمين، وهذه الديوانيه. نشوف الديوانية، وهذه شبابك طبعا اللي تطل عليها، شوفوا القاعدة من خلالها. ندخل هني مدخل خاص اللي على اليسار. شفت المدخل هني شلون صاير، والديوانية، وطبعا التلفزيون صاير صوب الشبابيك بحيث ان اللي قاعد يشوف جلسة خاصة. طبعا احنا ما دخلنا في التفصيل الخاص بالاثاث، لكن التوزيع المعماري فقط. الفكرة انه حتى اللي قاعد في الديوانية عنده منظر يشوف التلفزيون، والشبابيك هذه يطل برا على الحديقة، وطبيعي مغاسل خاصة للديوانية. والمدخل هذا هني يسمونه سيرفيس الخدمات، طبعا معزول عن المدخل الرئيسي ويم مدخل الديوانية. ونروح الحين الى المدخل الرئيسي للشاليه من خلال اشجار الزيتون والاضاءة. هذا المدخل الرئيسي للشاليه، نلاحظ حوش كبير مع زراعة، وبعدين هناك الزجاج هو الباب. طبعا قبل الدخلة الخاصة في الشاليه في عندنا هنا دري يودي فوق الى السطح والجلسة الخاصة فيه، نشوفها بعد شوي. ولازم اكو زراعة في المدخل هني، ان شاء الله هذا بعدين راح تكبر فيصير مدخل الباب الزجاجي، وهناك الزجاج يطل على البحر. شفتوا هذا الشباك نفسه، لما دخلنا كان في شباك يطل على حديقة، ومن الحديقة الى منظر البحر هنا. طبعا فكرة شاليه الارض 500 متر، دور واحد، ثلاث غرف نوم غير الخدام، وصالة مفتوحة ويا مطبخ. فتشوفون هني كل شيء مفتوح على بعض، شاليه متكامل جلسات خارجية وداخلية، جكوزي وحديقة. سنتر البيت الحديقة الداخلية هذه، شفتوها؟ هذه مفتوحة إلى السماء، حتى بالنهار تدخل إضاءة جميلة، فتفصل منطقة الضيوف المقاسل الحديقة هذه. طبعا مستخدمين الزجاج للتوسعة. هذه الحديقة الداخلية كاهني صايرة على المخطط بالنص، واحنا طاولة الطعام والقعدة اللي هناك. نشوف القعدات اللي فوق بعد ما شفنا القعدات اللي تحت والصالات، نشوف القعدة الرئيسية الخارجية فوق السطح. وهذا الدري طبعا خارجي، ليش؟ على اساس انه لو في ناس من الديوانية يدشون يروحون السطح من خلال الدري هذا، ما يدشون داخل البيت عندنا هني. راح نشوف الحين شوية، راح نركب هني الدري، بعدين في منطقة الخدمات هذه كلها محاطة، وبعدين هذه المنطقة صارت فاضية للجلسة. نرجع نطلع إلى الحوش والدخلة هني فوق.
ومثل ما شفنا طلع من الدري منطقة الخدمات حطناها في سور عالي عشان ما ينسمع صوت التكييف، وممر مزروع بحواض زراعة. نمشي 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 إلى أحلى قاعدة في الصدر. كنا مجهزين نسوي تغطية وقاعدة خارجية لكن جاتنا سراية وشوية مطر، بس الحين قدرنا نصور مرة ثانية. ونلاحظ البرغولا شلون مغطية على الحوش اللي تحت أو القاعدة اللي تحت حتى تعطي خاصية بين فوق وتحت. ونرجع داخل، شوفوا لما تفتح الشباك ايش كبره يصير، قاعده تكون اللي برا وداخل ان ان اوت كلها. وعشان نجحك موضوع الحديقه شلون الصيانه، ما صيانه قصه الاسئله اللي يافني. باب داخلي شفتوه، وهني الحديقه وهذه مفتوحه. البيوت الحاليه لا اضاءه طبيعيه ولا تهويه، هذه الحديقه تفيد كمنظر وتهويه واضاءه طبيعيه، يتنفس البيت فيها. انا احب هالحديقه لانها تقدرون تزرعون فيها اي شيء، اي حديقه بهالحجم في اي مكان في العالم الواحد يقدر يزرع فيها كل شيء حتى لو مفتوحه فوق. طبعا الشاليه ما شاء الله لصاحبنا عبد الوهاب عيسى كرمك الله، وشاليه مبارك ان شاء الله. فكره الشاليه موجوده في البيت اللي مساء شفناه، مريح جدا، دور واحد، سطح، كل شيء مستغل. وطبعا كل الشكر لاعلامينا الكبير عبد الوهاب العيسى، اخوي الصغير الكبير، لكن ان شاء الله لنا زياره ثانيه بالنهار وشوفون التفاصيل اكثر بعد.